من ضمن الأسئلة كنت عاوز استفسر عن نظام بنك صائب، هل هو فرصة كويسة ولا لا، او مرتباته الحقيقة من البنوك المتوسطة الخاصة في مصر، ليست من البنوك الخاصة الكبيرة وليست من البنوك الخاصة الصغيرة. في احنا قلنا السكيل المعيار ايه، في بنوك كبيرة جدا اللي هي زي السي اي بي، البنك كيو، دول الكبار في مصر. في بقى بنوك وسط وفي بنوك تحت اللي هي ايه اوضتين وصال. البنوك اللي في النص دول منها السي صائب، صائب من البنوك الكويسة، ولكن دايما نصيحتي للناس اللي بتشتغل في البنوك المتوسطه حاول نجامب او ننط على البنوك الكبيره خاصه او البنوك الخاصه الحكوميه، عفوا البنوك الكبيره الحكوميه، بلاش نفضل في هذه البنوك، لانه عاده ممكن يحصل اكوزيشن، ممكن يحصل استحواذ، ممكن، لان البنوك ما زالت وسط سواء في عدد فروعها او عدد عملائها، فهي دي اللي بتعمل. لكن من البنوك اللي انا شفت فيها ناس شغاله على قدر عالي من الاحترافيه، خلينا اقول ده، وبيدوا رواتب نوعا ما كويسه، ولكن هي دي الفكره بالنسبه لي، ان البنك نفسه الاكسبوجر او حجمه مش اكبر شيء في السوق، فعشان كده خدها كخبره. ولكن لو انت شغال اصلا في بنك من البنوك الكبيره ما تسيبهاش وتروح بنك صائب. لو انت شغال في بنك صائب حاول انك وانت شغال تدور على شغلانه في البنوك الكبيره، لو انت لسه مستمر خليك مستمر، مش عذاب يعني، ولكن تفضل مستمر فيها ودايما عندك تطلعات انك تنتقل، لان عاده البنوك دي ممكن يحصل اكوزيشن او استحواذ منها من بنك كبير، فتلاقي مثلا بنك ابو ظبي الاول استحوذ عليها، او بنك اي بنك من البنوك الخليجيه ممكن يستحوذ عليها، فدي من الحاجات اللي ممكن تحطها في الاعتبار وربنا يوفقك. المرتبات زي ما قلت لك مراتبهم نوعا ما كويسه، مش قليله ومش ضخمه زي السي بي، ولكن نوعا ما من المرتبات الكويسه وربنا يوفقك.